مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة وسرور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسابقة جمهور عابر. غيرنا الوقت بناء على طلبكم، وعشان نعطي الفرصة الأكبر قدر ممكن يشاركون معنا في السحب على السيارات المقدمة من رئيس مجلس الإدارة، وبالإضافة إلى الجوائز المقدمة أكيد من شركاء النجاح معنا في هالمسابقة. جميع المتسابقين اللي يسمعوني، الله يحييكم. المجموعات خط النار والإعصار والموج، اليوم إن شاء الله مسابقة مختلفة بإذن الله. مثل ما تشوفون البوديوم عندنا ثلاثة راح يكونوا معنا متسابقين إن شاء الله على المسرح عشان يشاركون المتصل في المحاولة للإيصال أو للوصول إلى الإجابة الصحيحة. لكن قبل ما أبدأ، يا مرحبا يا مسر، الله يحييك. الله يرفع قدرك. يا مرحبا يا راكان، السيف بالنور السرور الله حيه، حياك الله يا حبيبي، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. حنا قطعناكم عن الأكل فمعليش سامحونا. لا، إذا قطعتك عن الحياة، إذا قطعتك عن الحياة من ولي علي يا حبيبي. يا مرحبا، حياك الله سعد، الله يبقيك. شخبارك؟ طيب، قبل نبدأ طبعا أكيد البرنامج في شركاء نجاح يستاهلون منا الشكر والتقدير، وشركاء النجاح معنا متجر زماني يعطيهم الصحة والعافية، اللي قدموا معنا جوائز وكوبونات وقيم مالية للمتصلين، وتطبيق الزد الرياضي، ومتجر شميم، والقمة للعود والزعفران، وكيان الطبي وصرة للبهارات. وبإذن الله كل من يشارك معنا اليوم فائز، وبالأيام الجاية برضو كمان عندنا فائزين. طبعا بكرة السحب أكيد على السيارة، وحنا مثل ما تعودنا راح ناخذ اتصالات ونشارككم أنتم برضو كمان يا جمهورنا عن طريق هاشتاق عابر 16 اليوم، صح؟ 16. الله يحييكم، يا مرحبا. مستعدين للمسابقة؟ مستعدين نفسيا. الثلاثة عشان تطلعون معي، اي عشان ما احس اني انا الحالي على المسرح، كذا احس بالوحدة. انا معاك. انت اول شيء كل اللقمة بعدين تفهم معي. ابدا انا لا احس بالوحدة، انا معك قلبا وقالبا. والله ما فهمت ولا حاجة ولا انا. طيب نبدأ. نبدأ نبلش. بلش له. يلا طيب. بلش له. سم سم يا كنترول على خشمي يا حبيبي، ابشر. طيب فهد، انت ترى مزحك مره ثقيل ترى. مظلوم والله، ظالمين. سحب كراسي والله مظلوم، وتكسير رمضان، قلت صفدت شياطين، عقلت شوي والله يا ابو. هذا اللي مظلوم. مظلوم اصغر واحد فيهم انا. انا مصدق مسفر يمكن عمره 80، علي الكلثمي 85، عبد الله الروقي 15. انا مصدق. اصغر واحد انا. طيب يا جماعه الخير، ابى اقاطعك، احنا طبعا اليوم عندنا محكمه، مجهزين قضاياكم، مجهزين الشغل. طيب جاهز جاهز. ها ترى جالس نحاول معك نسعد نفسنا قد ما نقدر. لا عشان ما نروح هناك انت بهدل. شوف انت بالنهايه طالما انك بالبرنامج لازم تجيك قضايا. نعم نعم نعم. علي الكلثمي، فهد معيان، يقول افتح الباب، قصدي هالمايك هو. يعني انت تكلج يا فهد على الهواء، وتكلج بالاربيز بعد، جيت تركض. بيض الله وجهك يا حبيبي. سم حتى بالاربيز بعد معيان، نكلم من تحت البث تخيل على الواتساب. ايوه والله. اسمع انت كلامك يعني الرساله طويله، مره ارسل لي على الواتساب. لعبه الواتساب. بعدين ها بعدين، مره متشوق اني اقول لك اسمك على الهواء. طيب يا جماعه الخير جاهزين؟ من ناقص؟ والله انه يستاهل، ما نجمته. اسم من؟ احنا ما احنا ناقصين. طلع عبد السلام برضو كمان يسلم عليكم. الله يسلم. بعد مني يا كنترول، مخرج منيب، من بعد؟ اباضه. ايش فيهم؟ حتى الكنترول متشفق على الهواء. ترى احيانا لو ما نمسكهم يدخلون على الهواء، بس نمسكهم. طيب نبدا شباب. لا طبعا يا جماعه الخير، احنا عندنا اي احد يشارك عن طريق الهاشتاج راح نسحب من الهاشتاج بشكل عام واحد معنا، راح يكون او واحد من الجمهور راح يحصل على سهم في وقف ام الاوقاف باذن الله. شاركوا في اي مشاركه، حتى اللي يشاركون بالاجابات راح نسحب باذن الله. طيب شباب نبدا. توكل على الله. انتم فريقكم ناقص. هنا مجموعة خط النار، خط النار واحد وليد إن شاء الله يرجع بالسلامة، وهنا الإعصار فهد، الإعصار فهد، ومن فهد حيلان. شوفوا لك حيلان هنا عندنا أبو زعيز. حيلان يا مرحبا. الله حي الزعيز المستاذ من الإدارة وعنده طريق. الله يطول عمره. ومصرات في مكة، يرجعنا بالسلامه عسى الله يحفظهم جميعا ويرجعون بالسلامه سفراءنا سفراء الوقف. طيب السؤال الاول موجه لكم يا جمهور عن طريق الهاشتاج، بماذا يلقب صغير الدب؟ بماذا يلقب
ليش ضحكتوا يا عيال؟ صغير الدب. طب بس يا ناس ابو نايف. طيب على الكلمي على طيب شباب عشان تداخل الاصوات ابختبر ثقافتكم بسرعه. بس يا اخي لا تسالوا ابو ناس سيئ. طيب ديسم ولا فأر ولا لبوه؟ ديسم. بس واضحه ديسم واضحه ما يبغى لها شيء ابدا. انك تقول البر ولا البحر ولا الشمس. والله انها واضحه مره عشان كذا احنا مسهلينها لهم. اكتبوا الاجابه وحطوا اسم مجموعة من المجموعات الموجودة عن طريق هاشتاج عابر 16 وإن شاء الله راح يحصلون على 300 نقطة. الإجابة طيب. واضحة يا أبو نايف. ديسم الإعصار هي كذا الإجابة على بعض. ديسم الإعصار. ديسم الإعصار اسمه. صحيح وصلت. يعني دب الإعصار. إيه زي كذا. طيب أوكي. مو مشكلة. طيب أبدأ بالترتيب. مسفر تفضل معي. بتوفيق يا خط النار بتوفيق. سم يا حبيبي. سم. فيها شاشة ولا لا؟ لا بدون شاشة. الأوراق معك. حبيبي. تفضل يا حبيبي. طبعا ترى الإجابات عندكم موجودة هنا. حلو. سم. التوفيق زايد والقلب داعي لك. تفضل. عادل. لبيك. نص نص. نص نص. حتى بالدلع طال عمرك. لأني لو قلت في نص صور كلنا يدلع في نص صور. لازم يكون لك شيء متفرد. ناصر خليني على ناصر. أنا أرحم يعني. خليني على ناصر أرحم. أول شيء والله أنا حبيت بس أهنيكم ويعطيكم ألف عافية على الجميلة هذه اليوم. يا حبيبي تحرك شوي. الله يعزك. وأنتم دائما متعلقين بالإبداع. إن شاء الله الدكتورة جاية أكثر وأكثر بإذن الله. أنا مستقل دائما وأبدا منذ أن كنت في كاريزما لهذا اليوم وإلى أبد. أنا عندي طارق أبو نايف أمشي حالي مستقل. كل واحد مستقل بذاته وكل واحد عن ما شاء الله تبارك الرحمن عن برنامج كامل. طيب نبدأ عشان تداخل الأصوات. كل واحد منكم عنده خيار يعطيه مباشرة للمتصل ومعكم 10 ثواني أو 5 ثواني بالطريقة اللي أنت تقنع المتصل فيها أن الإجابة الصحيحة عندك. إذا أخطأ المتصل واقتنع برأي واحد من الشباب شكراً يا المتصل يعطيك العافية. أنتم مالكم حاجة. أنتم مالكم علاقة مع محبتنا واحترامنا وتقديرنا وأنتم مكانك فوق الرأس. بس أرجوكم التزام الصمت تماماً. ممتاز. احنا لنا نص دقيقة تسمح لي بس لأن الاتصال جاهز معنا. لبيك كذا كذا تسمح لي نص دقيقة ويدخل يلا خذ مويه بس يلا يلا سم دلّا. طيب سريع الاتصال سمع. من معنا أماني. أهلا وسهلا يا أماني. تعال دلّا دقيقة. حياك الله يا أماني مطيري. أمال آسف يا آمال. طيب طيب السؤال يا آمال من هو آخر صحابي توفي من العشرة المبشرين بالجنة؟ صح آسف. أنت أي فريق مع أي مجموعة؟ فريق الإعصار. الإعصار كفو يا أمال الله يسعدك. طيب السؤال من هو آخر صحابي توفي من العشرة المبشرين بالجنة يا آمال؟ مسفر. أنا أقول أوس بن عبد الله. أوس بن عبد الله. أوس بن عبد الله. أوس. أنا أقول سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. عشان كذا ما أعرف أقرأ. لي 10 ثواني الآن. أيوة. شوف يا الأخت الكريمة هو عبادة. أيوة. شباب طبعا أنا أضمن لك أن عبادة بن الصامت هو آخر العشر المبشرين بالجنة والمعلومة هذه قرأتها أمس والله يوفقك يا رب وتفوزين معنا. عبادة بن الصامت. طيب عبادة بن الصامت والله عبادة بن الصامت. طيب سعد سعد ما ثبتت ما ثبتت. أرجوك لبيك بيت محتاج. كنت الوقت الصوت مزعج شوي عندي. إيه الوقت كلا. الوقت انتهى صح؟ يس. وعادل حاول انه يمطط في الكلام. طيب زين فاتمنى ايش لي عشان طيب طيب ثواني اسلم ترى هو يعني معليش مع احترامي لها عادل استيعابه بطيء يا ليت تفهم انه يستعجل في الخيارات. علي وانا اعترض وانت مقدم الفقره اتمنى عندك محكمه بعد شوي طلعوني. انا ماليش دعوه. طيب الاجابه مقدمات عادل ما شاء الله تبارك الرحمن انت واثق وعطيت الاجابه واقنعتها واقتنعت وقالت الاجابه لكن مع الاسف الشديد ان الاجابه خاطئه والاجابه سعد بن ابي وقاص فبالتالي الاعصار حصلوا على 0 نقطه. ما شفتكم يا عيال وفازت معنا بمتجر زماني ودخولها في السحب على السياره. اسمح لي في ثانيه واحده. سم. تسمح لي سم. تسمح شباب. لي نوحد الصوت نوحد الصوت. سم كيف حالك ركان؟ طيب خليك من ركان. انزل الان يا خلاص. يلا شكرا. يعطيكم العافيه شباب. الاوراق شباب الاوراق. عادل غالي الشريف ابو نايف هذا ما بتنافس الشريف والله. طيب الجمهور يحكم بالنهايه تبين زي كذا.
طيب استريحوا يا شباب. هدوا هدوا. طيب احنا نذكر بسؤال الهاشتاج، بماذا يلقب صغير الدب؟ اكتب الإجابة لأي مجموعة من المجموعات اللي ترغب فيها، واكتب ديسم أو فأر أو الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. هذا المؤدب العاقل. ها طيب أوكي. طيب نشوف من اللي هنا. طيب جماعة خير، عشان تفهمون الآلية، لكل واحد يقول الإجابة ويعطي إذا مثلا إجابته يشوف أنها هي الصحيحة، بالمختصر مفيد عشان تنتقل اللي بعده واللي بعده. أنتم قيمة الوقت السؤال 30 ثانية، فأنتم على السريع كل واحد يعطي. والله أنا ترى إجابتي والله ما هي صحيحة. كيف يلا دخلت البقرة هنا. أنت بطل بالنهاية. طيب يا جماعة خير، لا لا بقول لك شيء، هو بالنهاية إذا من أهلي ناصر فناصر أخوي الكبير تاج راسي. تاج راسي يا حبيبي. طيب هي الفكرة بالنهاية إن عادل غلط المتصل فما أخذت المجموعة الثانية النقاط، لكن المتصل دخل معنا بالجائزة ودخل معنا بالسحب على السيارة، فهو بينكم يعني الإقناع بالنهاية الضرر عليكم أنتم، لكن جميع المتصلين فائزين معنا إن شاء الله. هنا الأصوات من برا الجمهور عليها خصم. الأصوات؟ أصوات الجمهور. ما فهمت. حنا لما نتكلم حقين البودي. طبعا طبعا طبعا، والكنترول ترى متابع. طيب ناخذ المتصل اللي بعده شباب، اللي بعده علي عبد الله سم. عبد الله سم. سعد الله يحييك. احمد ولا سعيد، واحد منكم يلا تفضل سريع. عائشه اهلا وسهلا يا عائشه. يعطيك الصحه والعافيه عائشه. من وين؟ من الرياض. من اي مجموعه؟ وليد الزهراني. وليد الزهراني خط النار. طيب السؤال يقول عائشه ركزي معي ارجوك، الشباب بيعطونك خيارات، الإجابة اللي أنت مقتنعة فيها اذكريها، غلطوك ما غلطوك بالنهاية ترى الفريق هو المتضرر. السؤال يقول يا عائشة، ما الاسم الحقيقي لأبو جهل؟ عبد العزة. عبد العزة أو أنا أقول عبد المطلب، وأعتقد أن الإجابة صحيحة عندي. عبد المطلب ويتوقع أن إجابة صحيحة؟ واضح. ما عمر بن هشام. عمر بن هشام. أقدر أتكلم أنا؟ لا. أي حقكم؟ لا عمرو بن هشام. عمرو بن هشام. طيب سؤالي عائشة، أوكي أنا قلت خط النار آسف، لحظة خط النار. طيب قالت عمرو بن هشام والإجابة صحيحة. ياس مسجل عندي. خط النار المبروك، يعطيك العافية تفضلوا. خط النار مبروك حصولكم على 300 بطاقة، وعائشة ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من تطبيق ASZ الرياضي. ونذكر بالهاشتاج، شاركونا بالهاشتاج يا جماعة الخير على الإجابة على سؤال بماذا يلقب صغير الدب، وبرضو كمان حنا بعد شوي عندنا سحب بشكل عام على كل المشاركين بالهاشتاج، واحد منكم راح يحصل على سهم بالوقف الخاص في هالبرنامج وقف أم الأوقاف. من باقي هنا يا شباب؟ أحمد عوض. دائم متأخر يا حبيبي. يقولك السيل ما يبطل لما كبره، هم دول ابوي خشب. سيف سيل سيل سيف دخل سيف. طيب سيف يمشي. من معنا متصل؟ عزيز وعبد الفريدي. من معنا متصل ولا ناخذ الهاشتاج؟ طيب لماذا يلقب محمد اليامي؟ اهلا وسهلا يا محمد. الو السلام عليكم. السلام، يعطيك الصحه والعافيه محمد، الشهر عليك مبارك. الله يعافيك ان شاء الله. مع اي مجموعه يا محمد؟ الراي الاول احمد العوام. يا بعد راسي يستاهل. قلتها اي لاف يو، بيض الله وجهك وابشر بسعد، وانت فايز معنا والسياره لك من الان. هاي روح السياره من الان، بكره جهزوا له ارسل بطاقتك لهم. ترى هو اللي وعدك، القناه ما تتحمل مسؤوليه هالوعد هذا ابدا. طيب محمد حبيبي يلا السؤال يقول، ولك حريه اختيار الاجابه من اي واحد من الشباب، ما هي وظيفه فيتامين اي؟ عندكم تقوية النظر. تقوية النظر يا محمد أو تكلم لا يخ سريع الوقت. تنظيم تجلط الدم. تجلط الدم أو لصحة العظام. صحة العظام. لا أنا أقول لصحة العظام غلط. تنظيم تجلط الدم. طيب هي دائما كذا. النظر إجابة صحيحة، وألف مبروك يا حبيبي. بطاقتك السيارة اليوم عنده. السيارة اليوم. السيارة خذينا خذينا هو خذينا.
مبروك يا محمد اليامي حصولك على قسيمة شرائية من متجر شميم ودخولك في السحب على السيارة بكرة بإذن الله. يا جماعة الخير موعدنا في السحب، شباب صوت تكفون، بكرة موعدنا بإذن الله في السحب على السيارة الأولى من برنامج عابر، فاللي ياخذها ألف مبروك، واللي ما ياخذها نقول حظ أوفر إن شاء الله. بالسيارات القادمة أربع سيارات مقدمة من رئيس مجلس الإدارة، وأكيد أن الشكر موصول لشركاء النجاح في هالفقرة، متجر زماني، تطبيق ASZ الرياضي، متجر شميم، القمة للعود والزعفران، كيان الطبي، وصرة للبهارات. من معنى متصل؟ الكلثمي، افتح المايك حبيبي. تأكد؟ دقيقة. طيب معنى متصل ولا ناخذ الهاشتاج؟ كيف كذا الحين صوتي اوكي؟ الصوت تمام اوكي. ناصر بس عندي اعتراض ناصر. سم بعدك. عادل طلع مرة ثانية واجحف حق اخوه. خليني بتكلم طيب. خليني اتكلم. اجحف حق اخوه سعيد، يعني هو ما يرى سعيد شيء ولا ايش؟ بس هذا السؤال. خلص خلص. اقول علق رد عليه. شوف يا حبيبي. انا بس تعليق بس انا مالي دخل ترى. تعليقك على عيني وعراسي بس بالنهاية مجموعة يتفاهم. ما هي وظيفة لكم اثنين؟ ما هي ارد عليكم؟ سم. حبيبي ترى سعيد طلع حبيبي شكلك انت نايم. لا بس انا كنت بتأكد بس بشوفه هو يحتاج عصير ليمون ولا احلى بيعة هوا. تراني معترض على تواجد الاثنين اصلا جنبي. انت تمثل مجموعتك مالك دخل فيهم. ما انا معترض على وجودهم جنبي اصلا. طيب طيب ناخذ المتصل من معنا سارة. اهلا وسهلا يا سارة. سعد وقت زمان. السلام عليكم. كم السلام، حياك الله يا سارة. مع أي مجموعة يا سارة؟ مع المتفوق والمسقط الجبلي. مع من؟ مسقط الجبلي. مسقط الجبلي. الموج. مسقط الجبلي. الموج. الموج. أوكي أوكي. طيب السؤال يقول يا سارة، ومن حقك تأخذين إجابة أي واحد فيهم اللي تحسين إجابته صحيحة. إحنا ما نتحمل مسؤولية أي واحد يقنعك تطلع الإجابة خطأ. السؤال، ما هي أكبر هضاب العالم؟ علي. ما حسبت حسابه. خمسة. السؤال الخامس. ما أكبر هضاب العالم؟ يقول عندي كم باقي لي وقت؟ دقيقة علي لحظة. مخرج عيد التايمر. ركزوا يا جماعة الخير، ما أعطيكم الأوراق. لا 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 لا. أول السؤال. طيب هو الحين دخل جوجل ومدا. لا 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 لا. راح الوقت. ما أعطينا خيارات. ما تكلمنا. ما تكلمنا. يلا عيد لي التايمر مرة ثانية. شباب السؤال رقم خمسة. يلا ما هي أكبر هضاب العالم؟ علي. عندي 10 ثواني اسمح لي. مو على كيف؟ لي مو على كيف 10 ثواني أقنعها. اسمعي انا اول مره اوقف معكم. هضبه الحجاز. هضبه الحجاز. انا موجود عندي يا ساره هضبه التبت. وادخلي جوجل الان. ادخلي جوجل. طيب انا اقول لك بما ان عندي 10 ثواني وانا اخر واحد واقتنعي والشهاده يعني مسلط انا احبه واغليه. مسلط انا احبه واغليه لذلك هضبه ادوار. هضبه التبت. هضبه التبت. والف مبروك. هي اللي ردت فيصل بن ابراهيم. هي اللي ردت فيصل. انك عدت الشاي. غير الله وجهه ابيض السياره. طيب شباب تبت تبت لله تبت لله. نهدأ شباب نهدأ نهدأ. طيب أحمد أحمد فهد أسلم يا علي. أنا أعترض عليك يا ناصر. يعترض علي. شباب اسمحوا لي بس. شباب ننظم أنفسنا بس. أنا أعترض عليك يا أستاذ ناصر. سم تفضل. العمل عمل والمحبة محبة. سم. عدت لها التايمر مرتين. صح. الله يرزقهم. لكن أمداها تقدر تدخل جوجل وتكلمت وبكل ثقة من غير أي إقناع من أي أحد منا بالإجابة. ممتاز. فلذلك هذا الخطأ تتحمله أستاذ ناصر. طيب خطأ أتحمله صح؟ نعم أتحمل عشان كذا استريح. تم تم. يعني أرجع المتصلة مرة ثانية هي علي ولا إيش؟ ليش يعيد لها؟ أرجع المتصلة. طيب ألف مبروك يا سارة حصولك على قسيمة شرائية من القمة للعود والزعفران ودخولك في السحب على السيارة بكرة بإذن الله. موعدنا على السحب على السيارة الأولى بإذن الله. طيب قبل لا أجيكم يا شباب ودي أخذ سحب من الهاشتاج بإذن الله. صار. طيب السؤال كان قبل شوي، بماذا يلقب صغير الدب؟ ديسم. والإجابة الديسم. ليش تضحك؟ طيب بماذا يلقب صغير الدب؟ والإجابة خلونا نشوف. الإجابة من روشان الديسم. حط النار. وطبعا في خط النار. ليه؟ انا قلت لا ما لا لا روشان روشان. طيب روشان الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من كيان الطبي ودخولك في السحب على السياره. والف مبروك لمجموعه حصولهم على 300 نقطه مجموعه خط النار. هاي مسكين من راح يا عندي اقتراح بالله اذا تقبل بما ان في اول ربع برنامجنا. عبد الله انت ما تقترح
انت تامر يا غالي. انا اقول الله يرفع قدرك، خلنا مجموعه واحده باسم خط النار افضل والله الاخوان. والله تم تم، ما عندي مشكله، موافق. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. انا موافق. وعندي اقتراح ثاني، ودي نقدر نصدق نقاط تكفى 50 20. تم. فريق الاعداد الشباب يبغون يصدقون نقاطهم للمجموعات. لا 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 لا، نخرج زكاة النقاط 100 نقطة، احنا نخرج زكاة نقاطنا 100 نقطة نهدي فريق الاعداد. من بعد اذنك بس اخر كلمة بس، انا بالنسبة لنا احنا بنعطي كل واحد من العيال بيتصدق ب 100 نقطة بس انهم يسكتون ولا يزعجون. موافقين موافقين والله موافقين والله ما عاد اتكلم. اصدقه لحظة اصدقه لحظة، سلفوه نقاط خلوه يعطينا، ما عندنا مشكلة، سلفوه نقاط يعطينا. لا 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 يسلفوني انا بعطيه. عندنا خير عندنا خير. بما انكم كريمين احنا اكرم منكم فالخير نقاطكم. كفو يا نقاطكم لكم. ما عندنا نقاط اخي الكريم. السؤال موجه للجمهور عن طريق هاشتاج عابر 16، ما هو لون الرئة السليمة؟ خلونا نشوف الإجابات عندكم يا شباب. لون الرئة السليمة السؤال السادس. متصل جولة باقي. لا لا لا. الهاشتاج 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 وردي. وردي أو أحمر. أحمر أو أسود. ما بأسود. أو أسود. ما هو أسود. ما هو بأحمر. رد. أحمر ولا وردي؟ أنا أقول وردي. وردي وردي. 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 أنا أتوقع الأحمر. وردي. لا وردي. أنا أقول أحمر. لا وردي يا أبو أحمد. طيب. عند الموضوع. الرئة السليمة وردي. اختلفوا الشباب بين الأحمر والوردي، فالجواب عندكم أنتم عن طريق الهاشتاج. اكتبوا إجابة وحطوا المجموعة اللي ترغبون أنهم يأخذون النقاط. ناخذ الاتصال اللي بعده ونقول ألو. أوه يا سهل السؤال سهل. الهنوف أهلا وسهلا. صح هلا والله. حياك الله. من وين يا الهنوف؟ الرياض. من الرياض. مع أي مجموعة؟ العصار. العصار. طيب يستاهلون العصار. السؤال، أين شباب؟ أنا ما ودي وقت الخيارات. لا عيدوا عيدوا التايمر شباب، عيدوا لحد ما أعطيكم السؤال اطلعوا بالتايمر. أنا ودي الخيار أول شيء، تعطون الاختيار بعدين كيفكم أقنعوا. تمام ممتاز. ما عندي وقت عشان متصل. السؤال، أين يتواجد سوق عكاظ يا الهنوف؟ أنا أقول جدة. جدة أو في العاصمة الرياض. الرياض أو أنا أقول الطائف. خليك معنا الطائف. خليك معنا في الطائف شباب. ها بالطايف. طايف وعليك مبروك. بس في تدخلات، انتبه في تدخلات. طيب في جمهور متدخل. بسمع منكم شباب، ارجوكم 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 كحيلان عادل ركان، ارجوك بليز، اذا كان الاتصال هنا مع الشباب ودينا بس الاصوات هنا، لان والله ترى تداخل الاصوات يسبب ازعاج كبير جدا عند الناس. سم الحين كل واحد مفترض ايش انه يقول الخيار اللي عليه خط، صح ولا لا؟ يس. لا طيب فهم الشباب. عموما الخيارات قدامكم كيفكم، بس في خط على كل خيار تحت خط. طيب مو ترنيك تقول الخط هذا، ما تنقز على خيار ثاني عشان تلخبط المتصل. تم اللي تمام تبون. اللي تبون تم. يعطيكم العافيه، استريحوا. طيب الهنوف الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من صره للبهارات ودخولك في السحب على السياره بكره. بكره باذن الله موعدنا في السحب على السياره الاولى، ونقول الف مبروك مقدما للي ينال هالمسابقة. أربع سيارات مقدمة من رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الفضائية مشكور، وشكرا للشركاء النجاح، متجر زماني، تطبيق ASZ الرياضي، متجر شميم القمة للعود والزعفران، كيان الطبي صره للبهارات. نذكر بالسؤال اللي قبل شوي لكم أنتم يا جمهور، لون الرئة السليمة، اكتب الإجابة في الهاشتاج وحط المجموعة اللي ترغب أنها تأخذ 300 بطاقة. جاهزين؟ الحب جاهزين؟ جاهزين أكيد مرة. ها حبيبي أنا ما يحتاج تسلي. طيب السؤال عندكم ترى رقم 8. من معنا من المتصلين؟ لطيفه اهلا وسهلا يا لطيفه. لطيفه السلام عليكم. وعليكم السلام، الشهر عليكم مبارك. عليك ان شاء الله. من وين يا لطيفه؟ من القصيم. من القصيم. مع اي مجموعه؟ الاعصار. نتهدم طيري الاعصار ويستاهلون. طيب السؤال يا لطيفه، ما هي طيب ما هي المدينة التي تشتهر بوجود ساعة بيج بن؟ أنا أقول طوكيو. طوكيو. متأكد جدا من الإجابة. أنا أقول لندن. خليك معي والله أنت فوزي. طيب أنا أقول لوس أنجلوس. طيب لندن. لوس أنجلوس. طيب ساعة بيج بن طوكيو لندن. لوس أنجلوس لندن. ألف مبروك، إجابة صحيحة. صح مبروك يا لطيفة. مبروك يا عصار. تعال سؤال، انت قد رحت طوكيو؟ كان جاي منها قبل شهرين. طيب كيف تقول ساعة بيج بن طوكيو ومتاكد؟
يا ابن الحلال طوكيو ما يعجز على شيء مسوين تقليد حقت بقبلنا اللي في الرياض هذه. اه تتكلم عن تقليد يعني ما تتكلم عن اصليه. اه اوكي لا لا ممتاز لا لا ما دام كذا لا استريح حبيبي. طيب جائزة لطيفة من متجر زماني قسيمة شرائية والف مبروك دخولك في السحب على السيارة، وان شاء الله نقول للفائز مقدما بكرة باذن الله الف مبروك وحظ اوفر للبقية، لكن عندنا اربع سيارات باذن الله انها راح تفرح اللي فاز فيها. جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ جاهزين. طيب السؤال رقم 9. السؤال رقم 9 عهد، اهلا وسهلا يا عهد. اهلين حياك الله، من وين؟ حوطة بني تميم. ونعم من حوطة بني تميم، مع أي مجموعة؟ مصلة تجبري. مصلة موج. مجموعة الموج. طيب السؤال يقول ما هو الشيء الغير ملموس الذي يتحدث بكافة لغات العالم؟ الجوال. الجوال واضح ما يبيله. الجوال. المترجم بس إني أشك بك حالا نصف. أو المترجم أو. أنا أقول موجود عندي الصدى لكن اختار المترجم ونفرح بالنقاط سوا احنا وياك. المترجم. المترجم صحيح. طيب طيب شكرا شكرا عهد يعطيك العافية شكرا. الجوال ايش قصر معك؟ ما الجوال؟ أنا أقول المترجم ليش؟ أنت مشكلته؟ خير أنا أقول المترجم. أوكي المترجم لأن كافة لغات العالم موجودة فيه. لا الصدى صدى صدى طيب لا يتحدث في ترجمة ما في صوت لا لا هو ناصر غير ملموس يعني غير غير صدى صدى المترجم المترجم صدى يا اخي صدى صح المترجم استاذي اسمع استاذي الاجابه خاطئه وصفر للموت ما حصلوا على ولا نقطه مع الاسف الصدى صدى معروف الصدى غير استاذي استاذي ناصر ناصر صح الصدى الصدى غير ملموس المترجم ملموس يا اخي معلوماتي حرام حطها هنا يا ناصر حرام حط معلوماتي هنا. عهد الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من تطبيق اي اس زد الرياضي ودخولك في السحب على السياره. شباب شباب ارجوكم شوي الصوت تكفون لان الكنترول جالس يقول ترى في تداخل اصوات عادل واضح. طيب نرجع لسؤال الهاشتاج نرجع لسؤال الهاشتاج كان السؤال لون الرئه السليمه وش الجواب كان وخلوني اسحب واقول واحد اثنين ثلاثة لولو الإجابة وردي وألف مبروك يا لولو حصولك على قسيمة شرائية من متجر شميم وراحت إلى أبشروبة خط النار خذوها لكم خذوها إلى الكواسر خط النار ألف مبروك طيب أعطي السؤال للجمهور وعطونا أنتم إجاباتكم. السؤال رقم 10 ما هو أول مسجد في الإسلام؟ اللي عندي مكتوب قبة 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 أوكي قبة لا هذا الهاشتاج التوبة التوبة أو الأقصى بس ما هو بالأقصى ولا التوبة الأقصى بس ما هو بالأقصى ولا التوبة والله إني أنا أميل مع رأي سعيد ما أدري ما أدري أحس الرأي رأي طيب اكتبوا الإجابة أول مسجد في الإسلام وحطوا اسم أي مجموعة من المجموعات اللي ترغبون أنهم يأخذون 300 نقطة هاشتاج عابر 16 طيب قبل لا نروح للاتصال عندنا شيء إحنا والله سعيدين جدا إن هالبرنامج هذا يدعمه اللي هو وقف أم الأوقاف فودي نتكلم بشيء بسيط قبل لا ننتقل للاتصالات لله في كل ليلة عتقاء من النار بأي عمل يقدمه الإنسان سواء كان بابتسامة بعمل خيري بصدقة بأي يكن وهالوقف هذا جمع ما بين فضل الزمان وشرف المكان في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك وميزة هالوقف هذا أنه بمجرد ما أنك تتبرع فيه القيمة راح تذهب إلى بناء سبع أوقاف وقف للأرامل والمطلقات لسقيا الماء لإفطار الصائمين سقيا الماء حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصدقة سقيا الماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كفالة اليتيم حديث الرسول الشهير بالإضافة إلى تفريج الكرب تفريج الكرب وتفطير الصائمين وغيرها فإحنا ودنا نبادر قبل لا ينتهي رمضان الواحد يدفع مبلغ
ما يحسب له حساب، لكن إن شاء الله أنه يجده يوم القيامة بإذن الله. بما أنكم موجودين ودي أسمع منكم باختصار كلمة عن وقف أم الأوقاف. علي، والله وقف أم الأوقاف أنت قلت شرف المكان وشرف الزمان، وأنا أضيف عليها شرف الاسم اللي هو رمز الأم. يا سلام. فدائما أقولها وبعيد وبكرر هذه الجملة، صدقة كم حرف؟ 4. شيل منها حرف تصير الصدق، صدق في الصدقة. يا سلام. لازم يكون عندك صدق في الصدقة، تصدق بنية المسلمين جميعا، وخل دائما عندك ذكاء تسويقي زي ما في ناس ذكاء في التسويق، خلك أنت عندك ذكاء في الصدقة، اشمل جميع المسلمين في الصدقة. يا سلام. فتبرعوا. الله يجزاكم خير إن شاء الله. الله يجزاك خير علي حبيبي. الله طبعا نال شرف المكان ونال شرف الزمان أيضا في 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 حنا في شهر الخير، شهر العطاء، شهر الرحمة، شهر المغفرة. أنا سميته شهر العطاء أنك تنفق وتتصدق وأنك تستلذ بلذة العطاء. كثير منهم المحتاجين، لكن المحتاج الأول أنت أنك تنفق من مالك. عسى الله يبارك لك إن شاء الله ويجعلها خالصة لوجه الكريم. أنا ما راح أكثر كلام، أنا أقول كاشات قدامكم، بادروا بفعل الخير، وأسأل الله العلي العظيم إن شاء الله أن يرزقكم وأن يبارك لكم في أعماركم وأجسادكم وأسماعكم وأبصاركم وأولادكم. الله يعطيك الصحة والعافية. أول شيء أقول الله نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، هذا أول شيء. الشيء الثاني، الصدقة تطفي غضب الرب، كان قال رسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، يعني لو بالشيء اليسير، وان حدك الامر واقدر تتصدق بادر بالنشر، فانك موجور اذا وصل نشرت وتصدق احد بسبب نشرك. يا سلام. كلام كثير وطول على الصدقه وعلومها، لكن عاد اختصرنا. وحنا الواحد منا اذا جاء ضيف عنده بالبيت ولا طلع هو اخوياه صرف مبلغ وقدره. الله الله. صادق. لكن هالمبلغ هذا اللي انت بتدفعه في هالوقف هذا اللي يخدم 7 اوقاف ان شاء الله انه باقي الى قيام الساعه، واذا مات ابن ادم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه انقطع عمله الا من 3، وذكر منها صدقه جاريه. باذن الله انها صدقه جاريه لك حتى بعد رحيلك، فلا تحرمون انفسكم، وعلى الاقل دل على الخير وتاكد بان الدال على الخير كفاعله. طبعا في هاشتاج عابر 16 راح نسحب من الهاشتاج بشكل عام، سواء اللي اجابوا اي واحد يسولف يعطي ملاحظات مقترحات، شخص واحد راح يحصل على سهم في هالوقف، وعسى الله يكتب لنا ولكم الأجر جميعا. أمين أمين. نرجع للاتصالات؟ نرجع. يلا. حصة يا حصة، هلا وسهلا يا حصة. هلا ومرحبا. يعطيك العافية، من وين يا حصة؟ من الرياض. من الرياض، مع أي مجموعة يا حصة؟ فريق كحيلان. فريق كحيلان. الله الأمر يا حصة. يستاهل، يستاهل. طيب، السؤال يا حصة، ما هو الشيء الذي لا يمكنه المشي بدون ضرب؟ علي. والله أنا أقول يا أستاذ حصة، كم معي ثاني؟ 9. خلي بعدين تجاوب. المسمار. أنا مسمار. أقول المسمار. أنا أيضا أقول المسمار، لكن مكتوب عندي هنا الحمار، وأنت الله يعزك. مكتوب عندي الحصان، لكن معروف وش اللي يمشي دائما بالضرب؟ المسمار. معروف وش يسمون الناس إذا ما أبغى يمشي؟ قال يا. طيب يلا يلا يا حصة. يلا حصة، الوقت حصة. المسمار. الوقت المسمار. المسمار على آخر ثانية، وألف مبروك يا حصة، تستاهلون. طيب ألف مبروك يا حصة، حصولك على قسيمة شرائية مقدمة من ذكروني يا شباب كنترول، القمة للعود والزعفران، ودخولك في السحب على السيارة بكرة بإذن الله الساعة 12، السحب على السيارة الأولى في البرنامج. ونقول ألف مبروك مقدماً للي ينال السيارة، وباقي عندنا 3 سيارات غيرها. طيب، والشباب اللي حصلتوا على 300 بطاقة تستاهلون. السؤال اللي بعده جاهزين؟ السؤال رقم 12. يلا يا مسفر. يلا يا عادل. رقم 12 صح؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. محسنة، أهلا وسهلا يا محسنة. هلا والله. يعطيك العافية، من وين؟ من جيزان. من جيزان، ونعم بأهل جيزان جميعا. معي مجموعة. مجموعة النار. خط النار. كابو. يجعلك ما تمسين النار، لا أنت ولا اللي تحبين. آمين. آمين. طيب، السؤال يا محسنة، جاهزة؟ اسمعي الخيارات من الشباب، والقرار بالنهاية ترى عندك. واحد يقنعك في إجابة غلط ما نتحمل المسؤولية. ممتاز. ممتاز. طيب، من هو اليهودي الذي قام بعمل سحر للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ في مساعدة. في مساعدة، اسمعيهم. جوجل، شغلي جوجل، أهم شيء شغلي جوجل. عبد الله بن سلام.
عبد الله بن سلام او لبيد بن الاعصم. لبيد بن الاعصم او اسد بن كعب. اسد بن كعب. ها وش رايك يا محسنة؟ انا اقول شغلي جوجل تكفين. انا اقول جزام كويسه. شغلي جوجل. ركزي ركزي في الجواب اول شيء قبل لا تجاوبي. خمس ثواني. أربعة. طيب مساعدة من تبعك. اختاري النص اختاري النص. شكرا يا محسنة. يعطيك العافية. مع أي مجموعة هي؟ مع مجموعة خط النار. وألف مبروك عليكم. صفر. تعليق اختارت ناصر. أنا سمعتها لكن الشبكة قطعت. صفر منك. أنا سمعتها. طيب ما أعطت إجابة. طبعا الإجابة لبيد ابن الأعصم. ناصر تسمح لي. لبيد ابن الأعصم. طبعا ألف مبروك محسنة دخولك على السحب على السيارة وحصولك على قسيمة شرائية من كيان الطبي. صح؟ من كيان الطبي. ألف مبروك يا محسنة. إيه لا ما سمعت صح. الأرفيز عندي مرة أزعاج. أنتبه هنا كله واحد طب. طيب إحنا عطينا قبل شوي سؤال للجمهور. أول مسجد في الإسلام صح؟ نعم نعم. طيب سوينا السحب ولا لا؟ خلني بشي. طيب نسوي السحب الحين عشان نعطيهم سؤال ثاني ويستاهلون كل خير. يلا إيش الإجابة؟ أعطوني إجابة. ما أول مسجد في الإسلام؟ قبة. قبة قبة. إجابة صحيحة. طيب واحد. عادل. اثنين. عادل. ثلاثة. طيب من سجل قحطاني قالت قبة. ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من صرة للبهارات وراحت إلى مجموعة خط النار. واثق الخطى يمشي ملكا. طيب ألف مبروك خط النار تستاهلون. خلوني أعطيهم سؤال للجمهور قبل الاتصال. قبل الاتصال استريحوا يا شباب. السؤال لكم يا جمهور عن طريق هاشتاق عابر. كم عدد السعرات الحرارية في كوب الماء؟ أنا أقول صفر ومتأكد. صفر ومتأكد. عبد الله. أنا أقول اثنين ومتأكد. اثنين ومتأكد. أنا أقول ستة وصفر. ستة وصفر يعني ستين. لا ستة والصح صفر. طيب هذا من السؤال؟ جمهور. سؤال للجمهور. تويتر. أي تويتر. أجل أنا أقول صفر مع عبد الله. طب يمكن المتصل طيب مختارك يعني لو كان متصل مثلا. لو متصل مختاري كان أقنعته زي الحين. طيب. أقول مع عبد الله صفر. الشباب اتفقوا على أن الإجابة صفر. صفر. اكتبوا الإجابة. صفر. صفر شرطة. أي واحد من المجموعات. أنا مالي دخل. مالي علاقة. اكتبوا المجموعة اللي تبغون يحصلون على هالنقاط. طيب. معنا حورية. أهلا وسهلا يا حورية. أهلا. من وين يا حورية؟ من الرياض. من الرياض. مع أي مجموعة؟ فهد المطيري. مجموعة من؟ فهد المطيري. فهد المطيري الإعصار. طيب السؤال يا حورية. ما هو المعدن رقم 14 شباب؟ نعم. ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد في حالة سائلة؟ الحديد. 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 طيب أنا أقول الزئبق وخليك معي. الزئبق. والله تفوزين بإذن الله. أنا أقول القصدير. الزئبق. ألف مبروك يا حورية. لحظة عليك 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 ترى شباب ما عندهم إجابات صحيحة أبداً. كل واحد. لا والله على معلوماتي الثقافية أنا. خويك تجاوز النقاط. أظلموني تجاوز الخيارات. طيب. استريحوا شباب. استريحوا. بعدين قل. والصح. حورية ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية مقدمة من متجر زماني ودخولك في السحب على السيارة. والإعصار ألف مبروك حصولكم على 300 بطاقة. سهلون. طيب المتصل اللي بعده. استريحوا شباب. استريحوا 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 حيلان. طيب نذكر بالسؤال لكم يا جمهورنا عن طريق هاشتاق عابر 16. كم عدد السعرات الحرارية في الكوب الواحد من الماء؟ والشباب قالوا صفر. اكتب الإجابة وحط المجموعة اللي ترغب ان النقاط تذهب لهم ويستاهلون جميعا كل خير. معنا حمود. اهلا وسهلا يا حمود.
حمود حياك الله، من وين؟ من حصات بن حويل. والله ونعم ونعم، الشهر عليك مبارك وعسى الله يتقبل منك طيب الاعمال. الله يبارك فيك ويطول عمرك. وعمرك طويل. طيب يا حمود، حمود الشباب كلهم ونعم فيهم، وادري والله ودي تفوزهم كلهم، لكن انت مع اي مجموعه؟ دقيقه مع من؟ الموج. الموج مع الموج، يستاهلون الموج. ابيض وجه الموج. يا سلام يا سلام. سمعت يا حمود ايش يقولون لك الشباب؟ نعم يقولون وين جيناك بزامل، تغير ولا ما تغير؟ لا لا ما تغير. طيب يا حمود، فهد 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 استريح، كاميرات الكاميرات. طيب حمود، السؤال السؤال يقول من أول، سؤال رقم 15 شباب، من أول من شرح تركيب العين؟ أحمد. إيه تكلم الوقت بدأ. تعطيني الرأي. اسلم. جيمس وات. جيمس وات ابن الهيثم، ودخل على جوجل يمديك. ابن الهيثم يا حمود أو الفريد نوبل، خلك معي وترك بتفوز. الفريد نوبل، وش رأيك يا حمود؟ ساعدها سم. ادخل جوجل يا، وش رأيك؟ الفريد نوبل أو ابن الهيثم أو جيمس وات؟ الفريد نوبل. ثمان ثواني. خلك الفريد نوبل. الفريد نوبل يا حمود. خطأ الإجابة. خطأ الإجابة. أدري والله إن كان ودك تخدم الشباب، ولكن الإجابة. اسمع. الإجابة خاطئة. طبعاً الإجابة الصحيحة ابن الهيثم. محمود ألف مبروك دخولك على قسيمة، على السحب على السيارة وتطبيق إيه الزد الرياضي، حصولك على قسيمة شرائية من عندهم. حمود اختار أي مجموعة؟ الموج صح؟ الموج صفر مع الأسف، مع الأسف الشديد. طيب السؤال اللي بعده، نذكر بسؤال الهاشتاج يا جماعة الخير يا جمهورنا الكريم، كم عدد السعرات الحرارية في كوب من الماء؟ اكتب الإجابة مع اسم المجموعة اللي تروح لهم 300 بطاقة ويستاهلون كل خير جميعا. ناخذ الهاشتاج ولا ناخذ اتصال؟ وش السؤال؟ أم عبد الرحمن، أهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك وعليكم السلام، من وين يا أم عبد الرحمن؟ من حلبان. من وين؟ حلبان. من حلبان. حلبان والله ونعم. مع أي مجموعة؟ الإعصار. مجموعة الإعصار. يلا يلا. طيب يا أم عبد الرحمن، السؤال يقول وركزي بخيارات الشباب، لكن خذي الإجابة اللي أنت مقتنعة فيها، لأن ممكن يقنعونك في إجابة غلط. خلي يستعجل، خلي يستعجل. طيب عندي وقت. تم تم. طيب السؤال يا أم عبد الرحمن، ما هو الحيوان الذي عندما تقطع ذراعه تنمو مرة أخرى؟ إذا قطعوا ذراعه ينبت مرة ثانية. أنا لأول مرة أجاوب معك صح، والله يجعلها صدقت لنا الفريق. افتح المايك. لا الصوت مباشر. اقول لاول مره بجاوب معك صح، والله يجعل صدقه عليهم. السمك. خلص الوقت، خلص الوقت. انا اقول ما هو الحيوان الذي عنده لا ف... لا ها سري جاوب. الله عبد عطى الجواب. الجباء الحباب. طيب شباب حباب. الوقت طيب. الوقت راح. نجمة البحر. هو نجمة البحر. خلها معنا بالاتصال، لا تقطع الاتصال. إيه ثواني شباب شباب. ركزوا. نجمة البحر. طيب نجمة البحر، وألف مبروك يا أم عبد الرحمن، ومبروك لفريق الإعصار. شباب شباب شباب، راكان راكان راكان. شباب شباب ركزوا معي. أنت خليت 14 ثانية. لا لا 14 ثانية. تفهمون الفكرة شباب. نهداكم شباب، نهدا. فهد هذه لا فهد. شباب شباب اقفل المسابقه. لا 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 ما هم مني، انا ترتلومني بس تلوم هذا رجال كبير. طيب اسمعوا بس شوي، مسفر بس يا شباب الربع شويه. طيب شباب اسمعوا، اذا وصل عندك السؤال انت اعطى الاجابه مباشره، ومعك 10 ثواني تعطي فيها تلميحه ان السؤال عندك ولا ما هو عندك. لكن فكره فهد فهد، لكن فكره انك ترجع وتقرا السؤال مره ثانيه فتدخل بالوقت الضيق، لا. يا سلام. من باب الإنصاف للجميع. يا سلام. ممتاز. استريحوا. استريحوا يعطيكم العافية. استريحوا. فهد. استريحوا. طيب أم عبد الرحمن حصلت على قسيمة شرائية من متجر شميم، ألف مبروك،
ودخولك في السحب على السيارة بكرة بإذن الواحد الأحد، موعدنا الساعة 12 في السحب على السيارة الأولى، وباقي معنا ثلاث سيارات. وخلونا ناخذ الإجابة عن طريق الهاشتاج بعدين نرجع للمتصل. ثواني خلوكم معنا. طبعا السؤال كان كم عدد سعرات الحرارية في كوب من الماء؟ 1 2 3. الإجابة من IIMIN أتوقع إيمان. لا والله ما بعرف. 0. وألف مبروك حصولك يا إيمان على قسيمة شرائية من القمة للعود والزعفران ودخولك في السحب على السيارة. وراحت الإجابة إلى مجموعة إلى مجموعة الموج. الله يزيد. الموج الأزرق جاكم، الموج الأزرق فيها مخطاكم وخصم يغرق، والموج الأزرق جاكم، الموج الأزرق كلك. طيب الاتصال اللي بعده. طبعا اللي فاز قبل شوي العصار مبروك لكم 300 نقطة. الاتصال من معنا؟ العنود، اهلا وسهلا يا العنود. هلا هلا فيك، الله حياك، ايش اخبارك؟ تمام. من وين العنود؟ المدينة. والله ونعم باهل المدينة جميعا. طيب العنود، قبل تقولين أي مجموعة قصري على صوت التلفزيون شوي. طيب طبتي طبتي الله بسم الله عليها ما شاء الله بسم الله عليها. عنود 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 عنود. العنود هلا، مع أي مجموعة؟ أحمد العوا. يا الله يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا حفظك يا رب. العنود أكيد عندك أحد يساعدك، أين توجد مدينة القدس؟ ما عندي وقت. السؤال طلع، السؤال طلع مسفر. هذا بيغلطني، هو بيغلطني. طيب الخيارات عندك سوريا أو اليمن أو فلسطين. فلسطين فلسطين. عنود خليك مع فلسطين عشان عنود بس مو بشر. فلسطين. مشفر مشفر مشفر. العنود ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية. طيب الشباب بس يستريحون ثواني. سم أنا في حاط شيء ما أقدر أجلس هنا صراحة، معلش. إيش فيك مصطفى؟ ما أقدر أجلس هنا. ليش ما تبغى؟ بس تسمح تسمح لي ولا سم تسمح لي؟ ايش في؟ طيب تسمح لي؟ ليش زعلان طيب؟ تسمح لي؟ تسمح لي اطلع؟ ما يخالف انا بس ما ابي اطلع. ليش زعلت؟ ابي اطلع معلش. ليش زعلت؟ ابي اريح شوي بس برا. رجاء معلش. عندك ابو نايف تكفى. على راحتك كيفك. تسمح لي بس؟ كيف فقرة رسمية ترى يا مسفر. ابي اريح وجهك ابو نايف. ابي اريح وجهي. راحتك خلاص. تعال يا حبيبي. لبه. خلاص خلاص خله 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 خلاص خله خله مستفز صراحة. استريحوا حبيبي أبو ظهير. سعيد سعيد استريح استريح. طيب طيب خلاص أنا أقول نكتفي بهذا القدر. لا والله لا والله نكتفي، لا والله نكتفي والله. لا لا خلاص خلص وقت الفقرة خلص وقت الفقرة. لا 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 نحن طالبين. الله يعزك خليك علمت عليه. خلصنا والله خلصنا والله. خلص وقت الفقرة خلص خلص وقت الفقرة خلص وقت احنا طالبين. خلص خلص وقت الفقرة خلص خلص وقت الفقرة خلص 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 احنا طالبين. خلص نعتذر احنا وداله احنا طالبين احنا طالبين احنا طالبين احنا طالبين احنا طالبين احنا مستمتعين. خلاص شباب اهدى تكفون والناس مستمتعة. طيب ولا يهمك بيض الله وجهك. احنا عندنا سؤال اعطيناها توقع للجمهور ولا ايه الله لا بيض الله وجهك يا ناصر. وجهك ابيض يا حبيبي. لا اعطيتهم اخر شيء. طيب اي خلاص. طيب خلاص اعطوني اخر اتصال، اعطوني اخر اتصال. من معنا؟ لا باقي. حنان اهلا وسهلا يا حنان. هلا والله. حياك الله، من وين؟ حياك من الرياض. من الرياض، مع اي مجموعة؟ خط النار. خط النار. طيب تكفون والله ما تجي. السؤال يقول يا حنان، إلى أين كانت رحلة الشتاء والصيف؟ إلى مكة والمدينة. خطأ. إلى مكة والمدينة ويقول خطأ. إلى اليمن والشام وأنا أقول صح. إلى اليمن والشام يا حنان. إلى مصر والعراق.
إلى مصر والعراق وقالت إلى اليمن والشام وألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من القمة للعود والزعفران ودخولك في السحب على السيارة وألف مبروك لخط النار حصولهم على 300 بطاقة يعطيكم الصحة والعافية خلصنا شكرا لكم جميعا نسيت السحب على السهم لأنه وعدنا الناس يطلع مس من هو أنت المزعلة يعني طيب طيب خلوني أسحب واحد اثنين ثلاثة الإجابة أول سهم راح يروح إلى رب اغفر لي ولوالدي الأكاونت KOKI 581 ألف مبروك دخولك أو حصولك على سهم في وقف أم الأوقاف وشكرا لكم جميعا ونلتقي إن شاء الله بكرة في السحب على السيارة الأولى يعطيكم العافية شكرا ناصر 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 بين شروبي الصوب مزحم بالتزان عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصاب في الولا والشوق جنا والفرح عم المكان جينا نرسم الابتسامة وجه الزمان بين شروبين قصة وبين مزحم باتزان عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصاب بين شروبين قصة وبين مزحم باتزان عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصاب ودك تزور أي مدينة في المملكة وتخوض المغامرة والاستكشاف وتعيش الأجواء الطبيعية الخلابة؟ وإيش تنتظر؟ كل اللي عليك تسويه إنك توكلنا في شركة رواق السياحية وإحنا نتولى عنك كل شيء خليك معانا وراح تعيش تجربة سياحية فريدة بخدمات راقية وبأسعار مذهلة راح تناسب ميزانيتك في شركة رواق السياحية خدماتنا تبدأ من أول ما تنوي الرحلة الطيران والمواصلات والإعاشة كلها راح نوفرها لك وين ما كنت رايح سواء للبر أو للبحر أو حتى الجو ولو أنت حاب تتميز أكثر راح نخدمك بكل سرور مع خدمات الـ VIP الخاصة لكبار الشخصيات أنت تعال وخلي الباقي علينا مع رواق راح تعيش الإثارة والتحدي والاكتشاف مشتاق لك للأولين يا زين يا مول اللحم دايم طازج وكل قطعة منه تقول الزين عندي تطبخ على قلبي ولا تنسى البهار وضبط أوه عاد لو تحمر هالحمات الذايبة نذوب معها يا شيخ ترى الموضوع مو بوهم ولا خيال الناضج قدم لك لحم الطيبين بنفس طعم وطبخ الأولين متوفر الآن بالنفر أطلب من الرقم الموحد أو تطبيق الناضج الآن لحم الطيبين لحم مدوزن الناضج أطعم لك متوهق وضايع بالنادي أول بيت هو مكان تمرينك بس ناقصك خطة لأكلك وتمارينك جبنا لك المدرب والخطة بين يديك والسعر بيعجبك ما عليك حمل تطبيق ASZ الآن بخطة مدرب والتزام لاعب الهدف مضمون
تصدق لخير الدنيا والآخرة من خلال خطوات سهلة وميسرة عبر متجر جمعية البر الخيرية بالمويه. ادخل على رابط المتجر ثم اختر باقة تبرعك عنك ب250 ريال، أو عن والديك ب500 ريال، أو عن أسرتك ب950 ريال، أو اكفل متراً مربعاً ب2454 ريال، أو اكفل بناء شقة كاملة ب416,666 ريال، أو اختر أي مبلغ تريد المساهمة به من خلال خانة التبرع السريع. اختر طريقة الدفع ثم أدخل رقم جوالك. أكمل التبرع عبر أحد الطرق المتاحة لتبدأ أعظم رحلة في مسيرة الخير. وقف أم الأوقاف بمكة حبة أنبتت 7 سنابل. شوف للأمانة سؤالك حلو، يوم تقول وش اللي شدك وقف أم الأوقاف بمكة. للأمانة من الناس اللي شفت أوقاف كثيرة وشاركت فيها، لكن وقف الأوقاف في مكة شدني فيه أني أتصدق بوقف واحد، وأنا فعليا متصدق ب7 أوقاف. يعني ما بيقول شيء غريب، بالعكس شيء مبتكر، شيء جميل يوم تعمقت فيه. لو أقرأ عنه من هنا لوين أحسه متفرع بجميع الأشياء. فإذا بنتكلم عن وقف أم الأوقاف مكة، اللي تصدق بوقف أم الأوقاف مكة كأنه متصدق ب7 أوقاف، هو فعليا متصدق ب7 أوقاف. ولو نبي نتكلم عن فضل الصدقة، صدقني من وحنا صغار وحنا نعرف الصدقة ونعرف وش فضلها العظيم. وأنا من الناس اللي طلعت شخصيا على ناس تصدقوا والله ما عرفت أحد تصدق ونقص ماله أو انتكست حالته أو ضاق باله. فجميع من شخص تصدق صدقني ما راح يحصل إلا كل خير ويسر. أنا عبيد بالولا والشوق جينا والفرح عم المكان، جينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان. بالولا والشوق جينا والفرح عم المكان، جينا نرسم الابتسامة الزمان. بين شعر وبين قصة وبين مزح بالتزان، عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصان. بين شعر وبين قصة وبين مزح بالتزان، عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصان. جينا والفرح عم المكان، جينا نرسم الابتسامة وانا عابر وانا عابر وانا عابر وانا عابر بالولا والشوق.